واو ما تي هاي دورة وخط وين اللوغو تتمني عليا هذاك الموجود سيدي خويا وكمل لي بقيت الفلوس يا عايش محبس على قبك وكان جيت قدمي راني لبستها لك هكا الدورة قلب وهكا كان النقاش بين أكبر شركة متاع ديزاين وشركة اسمها كونسيرفاسيون انترناسيونال عام 2009 ياخي جاوبوهم هكا وتنجموا ميم تجوجليو اسم الشركة تتلقاو إلي لوجو التوى مازال واقف وشد روحه دونك فيديو اليوم على بروسيس كامل كيفاش تعمل لوجو عنده شخصية والأهم من ذلك كيفاش تتعامل مع الكليون متاعك جوست الفيديو اليوم طويلة شوية دونك اللي يحب يتفرج على الفيديو كاملة يلقى ليان يوتيوب في الكومنتير سينو أنا بطبيعتي قاري حسابي وكل دقيقة مقسمها واحدة باش نجم نهبطها تيك توك ونجم نهبطها انستغرام دونك اول ايتاب في اللوجو ديزاين هي البروفايلينغ لهنا لازمك تحكي مع الكليون تاعك تفهم شنية مشاكله وعليش يحب يعمل لوجو اسكو حل شركة جديدة وإلا ديجا عنده لوجو ويحب يجده زادا لازمك تفهم شكون السيبل متاعو سي تريز امبورطون انك تعرف السيبل متاع الشركة اللي باش تخدم لها اللوجو متاعها بار اكزامبل انت الكليون تاعك رئيس فرقة مكافحة المخدرات اما عنده جيلاتري يبيع فيها الكلاس للصغيرات دونك لهنا اللوجو ما لازموش يعجب رئيس فرقة مكافحة المخدرات مي بلوتو لازمو يعجب الصغيرات اللي يجيو باش ياكلوا الكلاس عنده وهذا وحده ديجا تشالنج باز هذي زادا باش تحكيو ولهنا سورتو با تناقش الكليون تاعك غالي ولا رخيص لهنا تحكي على الفالور اجوتي نتاعك للشركه نتاعو مفسلك جينيرالمون انت باش تعطي البري نتاعك سولون ليكسبيريونس نتاعك لامبورطونس نتاع الكليون كبر السيبل نتاعو اي سورتو وقت الخدمه واسكو الكليون نتاعك مزروب بالخدمه والا لا دونك الكليون نتاعك تحكي معاه كيفاش الخلاص على قديش من ترونش وهات من هاك اللاوي اما اذا كان قالك غالي امشي انعتو على شكون يخدم برخيص وهكاك تكون ربحت الكليون حتى كان انت ما خدمتلوش والفازة الثانية في اللوجو ديزاين هي الايديشن نهر الافكار وين تطلب من الكليون متاعك انه يعطيك لي انسبيراسيون لي زيدي متاعو وانت من شيرتك تلوج على دي انسبيراسيون على بينتريست على دريبل على بيهانس تشوف زادا لي كونكورون ديريكت و انديريكت شنو عاملين باش تحاول تبعد عليهم البيت متاعك الفاز هذي انك تلمد لي زيدي اللي باش تعملهم ايمام لي زيدي اللي ماكش باش تعملهم لكن بار اكزومبل انت قاعد تخدم في لوجو باتسيري وتجيك مولات المحل وتقول لك يتحفوني يا بنين انا حب اللوجو كوبي كولي على هذا لانه مالجري الكليون تاعك عطاك حبل باش تكتفو بيه لكن انا وياك نعرفو اللي الديزاينر ماهيش وظيفته انه يكتف الكليون تاعو مي بلوتو يحلو عينيه على الحاجات اللي تجي والحاجات اللي ما تجيش خاطر انت عندك اكسبيريونس في الديزاين وهي عندها اكسبيريونس في حلين الحلو كان الكليون راسه صحيح وما حبش يقتنع اعمل عين رات وعين ما راتش واخدم له ولا تعطينا ما يغلبنا اللي بعده التاب الثالثه في لوجو ديزاين هي سكيتشين بيه لهنا فما شكون يحب يسكيتشي بالتابلت جرافيك ديريكتومون على البيسي وانا الحق نحبذ اني نسكيتشي بالقلم على ورقة بيضة مي في زوز حالات اللوجو اللي متنجمش ترسمه بيديك ماهوش لوجو البيوت متاعك لهنا انك تخرج التصور متاع الفكرة متاعك مش انك تخرج لكونسيبسيون فينال شو معناه؟ باي اكزامبل انت تخدم لوجو متاع ماركة متاع البش وفي الفاز ايديشن فهمتوا انت والكليون بتاعك انه اللوجو باش يكون راس بوما دونك في سكيتشينغ ماكش باش تقعد كل مره تسكيتشي في راس بوما بالديتاي نتاعو الكل لهنا تقعد 10 سنين وما تخلطش للبيوت اللي حاجتك بيه بالعكس في الفاز سكيتشينغ باش تحاول ترسم راس بوما في لي بوزيسيون الكل وفي لي ديريكسيون الكل وديما في مخك حاجتين اللوجو لازم يكون سامبل وتنجم تصغره وتكبره كيما تحب من غير ما تضيع منه لانفورماسيون اللي بعده الفاز الرابعه في اللوجو ديزاين هي الكونسبشن لهنا بعد ما فكسيت ليدي وسكيتشيت ابري كيفاش باش يكون اللوجو نتاعك جا وقت الفيكتوريه لي زيكواسيون ماتيماتيك والجيومتري والكذا والشيب لهنا تنجموا تستعملوا ادوبي الستريتور ديسكليمر المدح يتوكل ادوبي دونك كان تحبوا تجوا على اي ادوبي كومونتي واللوطه دونك تسكاني سكيتش نتاعك بالتليفون ولا بسكانير وتدخلوا على الستريتور من بعديك سواء تخدم بلي فورم جيومتريك دورة ومثلث ومستطيل وترسم اللوجو نتاعك والا تستعمل البين تول ولهنا لازمنا قاعدة واربع كراسي باش نفسر لكم قداش التول هذي ياسر قوي وتنجموا تعملوا بها حاجات من عجب قبل ما نمشي لتاب الاخرى نحب نقولك اللي حتى وانت في الفاز كونسيبسيون وجيتك ايدي تحسها خير من الفكرة اللي حكيتوا فيها انت والكليون نتاعك فازي
اعملها على خاطرك انت الاكسبير وانت اللي سوبوزي تعرف شنو يصلح بالكليون وشنو ما يصلحش. دونك ما تحصرش روحك وكون حر. اللي بعده اكثر ايتاب مرعبه في اللوكو ديزاين ريفيو ويز كلاينتس. عندك اجره مخك مرتاحش تفكر وتسكيتشي وديزايني وتوا جي الوقت مش تبعث البي دي اف للكليون تاعك ويبعث لك بقيت. My money don't jiggle jiggle it folds I like to see you wiggle wiggle. دونك اول حاجه ما تبعثش اللوجو تاعك هكيك تصويره بي ان جي على الميسنجر. كان تنجم تطبع البي دي اف وتقابل الكليون تاعك في الدنيا طياره على الاخر ما كانش تنجم تبعث له بريزونطاسيون بالميل وتعملوا ميت اونلاين وكيك تفسر له اكثر الشوا تاعك وكيفاش ينجم يستعمل اللوجو. دونك هذا اللوجو تاعك سيدي خويا شنو حسيت كي شفته اول مره؟ ما عجبنيش. نورمال على الاخر الكليون على اول ما يشوف اللوجو ماهوش باش يعجبه على خاطر ما عندوش النظره نتاعك سينورا وهو زيد ديزاينر واي كلمه خايبه يقولها لك اعتبره يسب في الخدمه مش يسب فيك انت. سو دونت تيك ات بيرسونلي برو طون زون طون شويه اونجلي. وفي الكا اللي ما اقتنعش الكليون نتاعك باللوجو على اول مره حاول وريه ابليكاسيون للوجو نتاعو في افيش والا في انيماسيون و90% من الكليونات كي يشوفوا اللوجو نتاعهم في كا كونكري يزيد يقتنع به اكثر ويعجبه في ساعه. مي كان الكليون نتاعك راسو كاسح وبدا يكسلك في البطاطا ميسيلش عاود اخدم له حاجه كيما يحبها هو على خاطر في الاخر ماكش تنجم تفرض على حتى شيء. دونك هذو لي 5 ايتاب اللي تنجم تتبعهم باش تعمل لوجو عنده شخصيه وتكون علاقتك مع الكليون طيبه. وانا ما بقالي كامش نقولكم نشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. وا حوما ابوني خير من جين وريك كيفاش تابوني على قاعده باربو وكوفي.